بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعينكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد بن محمد بن عبد الله، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، ما حكم قولنا في آخر التشهد الأخير من الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال؟ هل قول هذا الدعاء واجب تركه؟ هل قول هذا الدعاء واجب وتركه يبطل الصلاة أم أنه سنة؟ وما معنى ومن فتنة المحيا والممات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الدعاء الاستعاذة من هذه الأربع في آخر التشهد الأخير قبل السلام سنة وليس بواجب. من تركه فصلاته صحيحة، ومن أتى به فهو أكمل وفيه أجر عظيم، وهو دعاء عظيم يحتاج إليه المسلم. وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من هذه الأربع. وهذا الأمر يفيد الأصل أنه للوجوب، ولكن هو هنا للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في صلاته، دل على أنه مستحب. ومعنى من فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الابتلاء والاختبار، والمحيا المراد به حياة الإنسان في هذه الدنيا ما قبل الموت، فإنه معرض للفتن الصارفة عن دين الله عز وجل، فهو يسأل الله التثبيت وأن يقيه شر الفتن التي تعرض له في هذه الدنيا وما أكثرها، وخصوصا في آخر الزمان فإنها تكثر الفتن ويعظم الخطر. وأما فتنة الممات فالمراد بها ما يعرض للميت عند موته، فقد يختم له بخاتم خاتمة سيئة ويموت على غير الإسلام، وكذلك ما يكون بعد الموت في القبر من سؤال الملكين إذا وضع في قبره فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا من الفتنة، فإن أجاب بجواب صحيح فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجا وأفلح. وإن تلجلج ولم يستطع الإجابة وقال: ها لا أدري، فإنه خاب وخسر وحل عليه العذاب في قبره بعد نشره والعياذ بالله. فالفتنة شديدة جدا، وكذلك ما يكون في القبر من عذاب أو نعيم، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة باعثتها لم تذكر اسمها ولم تذكر الرمز لاسمها ولم تذكر البلد الذي أرسلت منه الرسالة، إنما لها جمع من الأسئلة عددها يزيد عن 7 أسئلة. في أحدها تقول: حدثونا عن اللباس الشرعي للمرأة، وخاصة إذا كانت في أحد الحرمين أو كانت في مجتمعات نسائية أو كانت تؤدي لصلاتها، جزاكم الله خيرا. اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو ما يستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأن تلبس من الثياب الضافي الذي يسترها سترا كاملا، ويكون غير ضيق يبين أحجام أعضائها، بل يكون فضفاضا ولا يكون فيه زينة تخرج بها إلى خارج البيت، لأن هذا هو التبرج المنهي عنه، التبرج بالزينة، ولا يكون فيه تشبها، لا يكون فيه تشبه بالكافرات، بل يكون من لباس المسلمين، ولا يكون فيه شهرة ومخالفة لما جرت عادة نساء البلد بلبسه. كل هذه من مواصفات لباس المرأة المسلمة، أن يكون ساترا لجسمها، أن يكون واسعا غير ضيق
أن لا يكون فيه زينة عند خروجها به خارج البيت، أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، أن يكون مما جرت عادة نساء البلد بلبسه وليس هو من ملابس الرجال، فلا يكون في لباسها تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وأما لباسها في الصلاة فإنه أكمل من ذلك، فإن للمرأة لباسا في الصلاة غير يختلف عن لباس خارج الصلاة، فإنها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها تكشفه عند محارمها وعند النساء في الصلاة، وإذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سافرت المرأة إلى بلد والنساء يرتدين لباسا معينا لكنه لباس غير شرعي، كيف تنصحونها شيخ صالح؟ لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات، تلبس اللباس غير الشرعي سواء في بلدها أو كانت مسافرة إلى غير بلدها، يجب عليها لزوم الحجاب ولزوم اللباس الإسلامي الساتر في بلدها وفي غير بلدها، لأنها مسلمة والمسلمة تلتزم بدينها في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فالواجب على المسلم والمسلمة أن يتمسك بدينه في أي مكان كان، ولا يخضع لي ويتنازل عن أمور دينه من أجل عادات الكفار أو تقاليد الكفار، وإنما يعتز بدينه ويظهره في أي مكان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء إذا سافرت خارج المملكة يحدث أن تتخلى عن كل شيء، بل ولربما تخلت حتى عن الحجاب الشرعي. شيخ صالح لعل لكم كلمة. هذا من نقص الدين وهذا من النفاق، التي يكون لها لباس في بلدها ويكون لها لباس في خارج بلدها، هذا من النفاق والعياذ بالله. المرأة المسلمة تلتزم بالستر والحجاب دائما في أي مكان سواء كانت في بلدها أو في غير بلدها، لأنها تخاف الله عز وجل وتحتجب طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل إذا سافرت إلى الخارج تسقط عنها التكاليف الشرعية؟ بل إن الأمر أشد، يجب عليها أن تتحفظ في بلاد الخارج أكثر من تحفظها في بلدها لشدة الخطر وشدة الفتنة. بل إن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط، أن يكون لحاجة لا بد منها، وأن يكون المسلم مظهرا لدينه ملتزما به في أي مكان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أولياء أمور النساء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أزواج، ماذا عليهم والحال ما ذكر الشيخ صالح؟ قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالنساء تحت مسؤولية الرجال، على أولياء النساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يلزموا نساءهم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأن يمنعوهن مما حرم الله، لأنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة سواء كن في بلادهن أو خارج بلادهن. الرعاية والقوامة مستمرة للرجل على المرأة والمسؤولية مستمرة وهي أمانة في عنقه، يجب عليها أن يحافظ عليها سواء كان زوجا أو قريبا لها من أوليائها، هو مسؤول عنها في أي مكان كان، وله الرقابة عليها والقيام عليها والرعاية تامة عليها في أي مكان كان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة أنا أصوم من كل شهر الأيام البيض وما شاء الله لي غيرها من الأيام، هل صيامي صحيح؟ علما بأنني لم أقضي ما أفطرته في رمضان حتى الآن، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب المبادرة بالقضاء، لأن القضاء فرض، وأما صيام التطوع إنه غير واجب، إن فعلته فلها أجر وإن تركته فلا إثم عليها، أما صيام الفرض فلا بد منه، فإذا كان عليها قضاء فإنها تبدأ به وتبادر به إبراء لذمتها وأداء للواجب. وأما صيام النفل ففيه فضل عظيم، خصوصا الأيام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، اليوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام
ست من شوال، صيام 10 ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، أو صيام الشهر كله شهر الله المحرم، كل هذه تصام، يستحب صيامها وهي زيادة خير، لكن إنما يكون هذا بعد أداء الفرض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نوى شخص الصيام قبل النوم وفي الصباح أفطر، هل عليه قضاء ذلك اليوم الذي نوى صيامه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن كان تطوعا فليس عليه قضاء، صائم التطوع بالخيار، إن شاء استمر في صيامه وهو أفضل، وإن شاء أفطر فهو بالخيار. أما صيام الفرض فلا يجوز قطعه، صيام الفرض لا يجوز قطعه إذا دخل فيه وبدأ الصيام وهو فرض وجب عليه إكماله. نعم. ما حكم الصلاة في الروضة المباركة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذه الصلاة ليست بالفريضة وليست تحية للمسجد؟ الروضة الشريفة هي ما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته، ولا علاقة لها بالقبر، فلا يجوز أن الإنسان يعتقد أنه يصلي عند القبر، وإنما يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في روضته. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فالصلاة إنما هي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليست عند القبر، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد لأنه اعتقاد باطل، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع علي بن عبد اللطيف الحادي من الحضور، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل العطور ومستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة من الكحول تعتبر طاهرة أم أنها نجسة؟ وهل تجوز الصلاة في الملابس التي فيها عطور من هذا النوع؟ افتوني مأذورين جزاكم الله خيرا. الذي تفصيل: إذا كانت هذه العطور التي فيها كحول يسكر كثيرها لو شرب، فإن قليلها حرام مهما كان ولو كان قليلا، فلا يجوز التطيب بها لأنها من المسكر، وكل مسكر الخمر وكل خمر حرام، وما أسكر قليله وما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كانت ليست من المسكرات فإنها لا بأس للتطيب بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع من جدة ورمز إلى اسمه بالحروف حاء عين، يقول: أفيدكم أنه حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وقلت لها إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالب، وبعد فترة من الزمن حصل من زوجتي فعل هذا الشيء وأخبرتها بأن الطلاق قد وقع، ولكنني يا فضيلة الشيخ راجعتها من وقتي وعاشرتها في نفس الليلة بعد إخبارها بأن أن هذه الطلقة تحسب لي من الطلقات الثلاث، إلا أنه يا فضيلة الشيخ لم أشهد شهودا على ذلك حتى الآن، وبسؤالي لأحد المشايخ فادني بأنه إذا كان ليس هناك نية طلاق فإن الطلاق لم يقع ويجب علي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، علما بأنني علقت طلاقها لمنعها عن فعل هذا الشيء ولم يكن هناك نية للطلاق. فضيلة الشيخ، هل ما فعلته مع زوجتي من مراجعة صحية؟ وما حكم تأخير الشهود؟ وهل فعلا وقع الطلاق أم لا؟ وما رأي فضيلتكم في الفتوى القائلة بأن علي كفارة يمين حول ذلك، علما بأنني أطعمت 10 مساكين خوفا من التأخير؟ جزاكم الله عني خيرا. إذا كنت نويت إيقاع الطلاق عند حصول الشرط هذا طلاق بإجماع أهل العلم، لأنه طلاق منوي ومعلق على شرط، وقد حصل الشرط فيقع الطلاق، وإذا لم يكن سبقه طلاق يكون به الثلاث فإنه يكون طلاقا رجعيا، وأنت قد راجعتها. وأما الإشهاد فليس بواجب، الإشهاد على الرجعة سنة وليس بواجب، رجعتك صحيحة إن شاء الله. وأما ما أفتاك به بعض المشايخ لأنك إذا لم تنوي الطلاق فإنه يكون يمينا مكفرة، فهذا قال به بعض العلماء أيضا أنه إذا لم ينوى به الطلاق وإنما نوي به ما ينوى باليمين من الحث على الشيء أو المنع منه، فبعض العلماء يرى أنه يجري مجرى اليمين فتحل الكفارة.
الكفارة، فأنت وليتك. إن كنت نويت الطلاق وقع هذا بلا إشكال، وقد راجعت والحمد لله، ورجعتك صحيحة وإن لم تشهد. وإن كنت لم تنوي الطلاق وإنما نويت الحث والمنع، يعني نويت مقتضى اليمين، فإن الكفارة لها وجه في ذلك، لأن بعض العلماء يرى أن هذا الطلاق يجري مجرى اليمين وتحله الكفارة، وأنت قد كفرت، فمعناه أنك عملت الواجب من الناحيتين، من ناحية الرجعة إن كان طلاقا، ومن ناحية الكفارة إن كان يمينا. فالحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني، لا أدري لماذا اختار أن يرمز إلى نفسه بالحروف الإنجليزية H ثلاث مرات. على أي حال، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للوالد أن يأخذ حق الابن بالعمر؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لأن الولد وما ملك لأبيه، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كان الوالد محتاجا والولد عنده مال فائض عن حاجته، فإن للوالد أن يأخذ، بل له أن يأخذ ولو لم يكن محتاجا، لأنه والد ويملك مال الإبن، فمال الإبن ملك للوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يبالغ الأب في استعمال هذا الحق حتى يضر بالإبن، بل يأخذ من مال ولده ما لا يضره وما لا يحتاجه الولد لحاجته الخاصة، فلا ضرر ولا ضرار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الوالد يفرق بين أبنائه وصار أحدهما مصابا بمرض نفسي، هل يأثم الوالد في ذلك؟ وصار الابن يكره والده بسبب هذا التفريق، هل يأثم أيضا في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. على الوالد أن يحسن إلى أولاده لأنهم أبناؤه، وأن يعدل بينهم في المعاملة والعطاء، فإذا تصرف معهم تصرفا سيئا وترتب على ذلك أن يصاب الابن بمرض نفسي أو بمرض جسمي، فإن الأب يأثم، لأن هذا من العدوان. الله جل وعلا نهى عن العدوان والبغي بغير الحق. على الوالد أن يحسن المعاملة مع أولاده، كما أن على الأولاد أن يحسن المعاملة مع آبائهم، مع والديهم، هذا هو المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: إذا كان الوالد لا يؤدي الصلاة والصيام، هل تجب طاعته في كل أمر؟ لا يطاع إلا بالمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة بالمعروف. ولكن يجب عليكم أن تنصحوا أباكم وأن تلزموه بالصلاة والمحافظة عليها، وأن تخوفوه بالله وتذكروه بالموت والنار والعقوبات العاجلة والآجلة لمن ترك الصلاة، لعل الله أن يهديه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يطيع الابن والديه فيما يكره؟ يطيعهما فيما لا يشق عليه وما يقدر عليه، يطيعهما فيما يقدر عليه، أما الذي لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يطيب خاطر والديه بالكلام الطيب والاعتذار الحسن والمعاملة الطيبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والسؤال شيخ صالح من هذا المجتمع عن الابن والوالد، وعما إذا كان الأب يرتكب معصية من المعاصي، سواء كانت تلك المعصية كبيرة أو صغيرة، كيف تكون علاقة الأبناء بأبيهم والحال ما ذكر، وما هو الحد الذي يجوز للأبناء أن يقاطعوا أباهم فيه بسبب ارتكابه لنوع من المعاصي؟ على الولد المناصحة لوالده وأمره بطاعة الله ودعوته إلى التوبة، هذا واجب على المسلم للمسلمين عموما، فكيف بالوالد؟ قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدعوة أبيه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا من حق الوالد على ولده إذا رآه على خطأ أو مخالفة لأمر الله أن يرشده إلى طريق الصواب، وأن ينصحه للتوبة، لأن هذا من صالح الوالد. أما إذا أصر، فإن كانت هذه المعصية دون الشرك ودون الكفر فإنها لا تثبت حق الوالد، وطاعة الوالد بالمعروف، لكن مع المناصحة والاستمرار في المناصحة والموعظة. أما إذا وصل الأمر إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، فإن على الولد أن يبغض والده ولا يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم،
فيبغضه لمعصيته ولأنه عدو لله، كما تبرأ إبراهيم من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، لكن يحسن إليه بمعاملته الدنيوية والإنفاق عليه ودعوته إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. فيحسن إلى والده وإن كان كافرا، لكن مع بغضه في القلب. وهذا الإحسان إنما هو من باب المكافأة للوالد على ما قام به نحو الولد من تربيته وعوله يوم أن كان صغيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ارتكاب معصية من المعاصي دون الشرك لا يجيز للأبناء أن يقاطعوا بسببها أباهم كفالة. نعم، جزاكم الله خيرا، لكن مع المناصحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحد الفاصل لو نعيده لأهمية الشفالة، الحد الفاصل الذي يجيز للأبناء أن يقاطعوا أباهم بسببه لكونه ارتكب معصية من المعاصي. إذا وصل إلى حد الكفر والشرك بالله عز وجل، هذا الذي يوجب العداوة والبغضاء بين المؤمنين والكفار ولو كانوا من الأقارب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الوالد وهو على ذلك النوع من المعاصي، ومنها ترك الصلاة والصيام، ومع هذا فهو غير راض عن أبنائه، هل يؤثر غضبه ذلك على أبناء الشيخ صالح؟ الذي يترك الصلاة متعمدا هذا كافر، يعتبر من الكافرين لا يتوب إلى الله، فيعامل معاملة الكفار لأنه لا يحب ولا تجوز مودته، ولكن يعطى حقه الدنيوي من الإحسان إليه والإنفاق عليه، عليه إذا كان محتاجا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل إليكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة